إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. في درس جديد مدروس منهج تايم فور انجلش الترم الثاني ان شاء الله. النهارده هندرس مع بعض يونت 10 اللي هي بعنوان داون تاون. داون تاون وسط المدينه، وطبعا ما نقولش داون تاون، لا داون تاون داون تاون. وكالعاده يا ساده بنبدا دايما بالكونفرزيشن تايم وقت المحادثه، وطبعا نبدا بالكلمات بتاعت المحادثه او الكلمه، كلمه maybe ربما او من المحتمل يمكن، يعني maybe. قلنا داون تاون وسط المدينه، هيرس ملكها، هيرس ملكها، بيرس بيرس كيس نقود اللي هو البوك يعني اللي هو بتاع ماما، بيرس، كي مفتاح، كي، جريت جريت عظيم، جلاسز جلاسز نظاره، واتر واتر. او طبعا احنا عارفين انه حرف التي لما يجي بين حرفين متحركين بالشكل ده ننطقه ده، عشان كده ممكن نقول واتر او واتر، واتر او واتر. باوند 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 مش باوند، باوند جنيه. سو لذلك، وطبعا سو ليها معنى تاني بمعنى كثيرا. اوكي، هوز هوز ملك من، للسؤال عن الملكية. هوز طبعا هنا هوز W silent whose. بوبي هو الكلب الصغير، بوبي. دلوقتي معادنا مع الأفعال اللي جت في المحادثة، وطبعا لازم نعرف إن الأفعال اللي عندنا في الإنجليش في أفعال منتظمة regular verbs، أفعال غير منتظمة. إيه معنى فعل منتظم؟ الفعل المنتظم هو الماضي منه بنضاف له ed ed أو d أو i ed. أما الفعل الغير منتظم لما نيجي نحول الماضي الفعل يتغير نهائي، وفي افعال ما يتغيرش، وطبعا الحاجات دي حفظ. الفعل الغير منتظم نحفظه. conjugation of verbs، conjugation of verbs تصريف الافعال. طبعا زي ما قلنا من شويه العمود ده، العمود ده هو عمود الافعال المنتظمه. مثلا الفعل ask يسال، الباست منه asked سال، الماضي منه asked. answer answered، answer يجيب answered اجابه. thank thanked، وطبعا ما نقولش thank، عشان لو قلنا thank thank معناها غرق، حاجه تغرق كده في الميه اسمها thank شيء غرق، لكن دي thank يشكر، لا تي اتش هنا ث، thank يشكر، الباس منه thanked ومش thanked، هنا الاي دي نطقها زي الت، thanked thanked. welcome يرحب، welcomed welcomed. look locked، look ينظر، locked مش locked ولا logged، مش لوجد لا لوكت لوكت. بعد كده الافعال الغير منتظمه، الفعل ثينك يعتقد، الباست منه مش ثينك زي الحاجات اللي هنا، لا الباست منه ثوت اعتقد، ثينك ثوت ثينك ثوت. تيك ياخذ، تيك الباست منه توك، بالظبط زي كانك بتقول فيرب كلمه بوك، بوك كتاب، يا توك بدل بي تي توك اخذ. ونفرق طبعا بين بوك سوري توك و توك. توك معناها ياخذ او يتكلم، معذره توك يتكلم، الباست منه توكت، لكن توك توك بالشكل ده توك ده الماضي بتاع تيك. ودلوقتي نقرا المحادثه مع بعض، وطبعا زي ما شايفين في الصوره في ثلاث اشخاص، طبعا ومن امراه بوي اند جير وبنت ولد. طبعا لاحظين هنا البنت بتجيب حاجة من الأرض، إيه الحاجة ديت؟ تعال نشوف إيه الحاجة ديت. سارة بتقول look انظر، whose purse is this؟ ملك من هذا الكيس؟ whose purse whose purse is this؟ whose purse is this؟ ملك من هذا الكيس؟ علي قال لها maybe it's hers، hers يعني ملكها، it's hers يعني ملك هذه السيدة. let's ask، ليتس معنى هيا بنا، بعدها الفعل بدون اضافات اسمه الفعل في المصدر infinitive، يعني ما ينفعش اقول ليتس asking او asks او asked، ليتس ask بس، ليتس ask هي. picture number 2، ساره بتقول excuse me، معذرة excuse me. a woman، السيدة بتقول لها yes yes
هنا يس بعدها علامة استفهام، يعني نعم، يعني في ايه بمعنى صح. يس سارة سايز، سارة بتقول is this your purse، is this your purse. طبعا is احنا عارفين من زمان انه is معناها هل في الاول، فبالتالي في الاخر علامة استفهام. is this، هل هذا يكون your purse. هنا your purse كيس نقودك، هنا your صفة ملكية للبيرس، your purse، هل هذا كيس نقودك. بتقول yes it is، yes it is، نعم انه ملكي. picture number four، a woman بتقول، السيدة تقول thank you so much، thank you so much، شكرا جزيلا. thank you، قلنا مش thank، لا thank you so much، شكرا جزيلا لكم. علي بيقول لها you are welcome، you are welcome. طبعا الطبيعة زي ما تعلمنا من زمان، طبعا قلنا الرد او جملة thank you ردها you are welcome، على الرحب والسعة او عفوا. دلوقتي مع اول اكسرسايز على المحادثة، يقول choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, is this purse؟ احنا قلنا هنا من شوية، قلنا حسب ما خدنا الترم الأول، قلنا لما يكون بعد النقط في اسم في نام، فبالتالي عاوزين قبله صفة ملكية. صفات الملكية هي my, your, his, their, our، وهكذا. طب هنا فين صفة الملكية؟ your, you, me, yours. طبعا هنا صفة الملكية اللي هي your. is this your purse، is this your purse. number two، I'm thirsty، I'm thirsty، أنا عطشان. let's have some، العطشان يتناول إيه؟ water، pepper، cheese، carrots، carrots جزر، cheese جبنة، pepper فلفل، water مية. طبعا عطشان يبقى water مية. number three، let's her، let's زي ما قلنا من شويه معناها هي بنا، بعد الفعل في المصدر. واحنا قلنا برضو نقول ونأكد ونعيد ونزيد انه الفعل في المصدر يعني الفعل بدون اي اضافات بعده. طب فين الفعل في المصدر في الاربع افعال دولت؟ asks، asked، asking، ask. طبعا هنا asks متزاد متضاف له اس، هنا asked اي دي، asking اي ان جي، لكن ask بدون اضافات هو ده الفعل في المصدر. number four، you so much، you are welcome، you are welcome يعني العفو. وطبعا الرد ده لما يكون فيه شكر، يعني شكرا لك، شكرا لك، help ولا thank ولا want ولا ask. طبعا thank you so much، شكرا لك. ومعانا سؤال تاني على المحادثة، read and write true or false، صح او خطأ. number one، there are four people، there are four people، في الصورة أربع أشخاص، 1 2 3. طبعا عندنا ثلاثة بس، يبقى الجملة false، خطأ. number two، the girl found the purse، girl bent، found أصلها find يجد، found وجد purse كيس نقود، البنت لقيت كيس نقود، طبعا true، صحيح. number three، there is a woman carrying a bag، there is a woman carrying a bag، يوجد امرأة تحمل حقيبة، true. number four، they are at the park، they are at the park، هم في الحديقة المنتزه، طبعا هم واضح انهم في الشارع، بالإجابة او الجملة false. ودلوقتي طبعا مع سؤال ثالث برضو على المحادثة، look and answer the questions، انظر واجب على الاسئلة من خلال الصورة. number one، how much is it، how much، اخذناه في unit 7 في اول درس في المنهج، في منهج تام طبعا الترم الثاني. how much، كم ثمن، how much is it، كم ثمن، كم ثمنه. لو بصينا على الصورة هنلاقي هنا LE5، 5 يعني 5 معروفة ديت، اما LE اختصار pound، جنيه، يعني هقول في الاجابة ب 5 جنيه. والسؤال طالما في is وشيء راقل، يبقى هنبدأ الاجابة ب it is، it's 5 pounds، it's 5 pounds، بخمس جنيهات. number 2، what's this، what's this، what، ماذا، ما هذا، ايه ده. طبعا السؤال بإز، يا اما اقول it is او this is. حاول مثلا it's a purse، ده كيس نقود، it's a purse. number three، is this her cap، is قلنا معناها هل هذا يكون her cap، cap بتاعها، ملكها. هنا في الصورة موجود true، يعني صح، اذا الاجابة بيس، هقول yes it is.
Number four, what are these? What are these? ايه الحاجات ديت؟ طبعا لو ملاحظين في الصورة نظارة واحدة بس، لكن are في السؤال في are، والار معروف للجامع، وطبعا these الجامع. طب ايه اللي دخل are في النظارة؟ يعني ايه اللي خلى النظارة جامع؟ قالك عشان في الانجليش اي حاجة لها فردتين ناحيتين بالشكل ده تعامل وكأنها جامع، غير العربي. عندنا مثلا البنطلون جينز اسمه جينز، جينز ار شوز الحذاء بالعربي مفرد، لكن في الانجليش جامع عشان اتنين فردتين. اذا اي شيء ليه فردتين بالشكل ده يعامل كانه جامع. عشان كده وات ار ذيس، ايه الحاجات ديت؟ في الاجابه السؤال فيه ار، الاجابه they ار، هقول they ار جلاسز، they ار جلاسز ديت نظاره. Look and write a paragraph of three sentences. نكتب ثلاث جمل على الصورة دي. طبعا ده من الأسئلة الصعبة اللي بنقابلها في الامتحان. ولكن عندنا مثلا الصورة دي بنكتب عليها ثلاث جمل. أول سؤال تسأل نفسك عشان تجاوب عليه بعد كده، اللي هو إيه اللي موجود في الصورة، أو مين أو كم واحد موجود في الصورة. الموجود في الصورة مثلا 1 2 3 ثلاث أشخاص. عايز أقول يوجد ثلاث أشخاص، أو زي بالإنجلش There are three persons or three people. يبقى there are three people. دي أول جملة. والجملة الثانية هقول هما فين دلوقتي؟ هما طبعا واضح في الصورة إنهم في الشارع. هم يكونوا في الشارع. يبقى they are in the street. دي الجملة الثانية. والجملة الثالثة إيه اللي بيحصل في الصورة؟ طبعا اللي بيحصل في الصورة زي ما إحنا خدنا في المحادثة، البنت لقت كيس نقود. هقول زي بالإنجلش. طبعا يجد معناها find، بس هنا بقول وجدت، لقيت يعني في الماضي. find ماضيها found. يبقى the girl found a purse. the girl found a purse. الجمل الرابعة طبعا نكمل نكتب اربعة خمسة ان زي ما انت حابب، زود في الجمل يكون احسن وافضل بالنسبة لك. الجمل الرابعة هقول المحفظة او الكيس نقود ده بتاع السيدة، هقول ايه كيس نقود او ملك السيدة، هقول it's the woman's purse. It's the woman's purse. يبقى الجملة الرابعة it's اللي هو كيس النقود the woman's purse. طبعا هنا it's الملكية، it's الملكية يعني الكيس النقود ملك السيدة. دول أربع جمل على الصورة. ودلوقتي معادنا مع الدرس الثاني اللي هو بيكون بعنوان word time، وقت الكلمات. والكلمات النهاردة عندنا عبارة عن public places الأماكن العامة، منها أول مكان museum المتحف، museum مش museum، museum. cinema department store department department store على بعضها department store. hospital hospital مش hospital لا hospital. restaurant restaurant. bookshop bookshop مكتب بيع الكتب. bakery 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 مخبز. chemists صيدلية chemists chemists. نحفظ الكلمات الكبيرة بالشكل ده بتقسيم الكلمات لمقاطع. مثلا أول كلمة كلمة museum نحفظها بالشكل ده m u s e u m، دي كلمة museum، دي أول كلمة. طبعا سينما المفروض حافظينها قبل كده c i n e m a. department store هنحفظ كلمة department عشان store كلمة سهلة. department نقسمها كده دي بارت وبعدين منت في الآخر. department department دي كلمة department. كلمة hospital 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 hospital. كلمة restaurant نحفظها بالشكل ده rest to AU وبعدين rent R A N T restaurant. طبعا book shop سهلة book وبعدين كلمة shop book لوحدها كتاب وبعدين shop محل. bakery bakery طبعا دي سهلة. chemist أخدناها بكده معنى صيدلية. أول سؤال على الكلمات اللي أخدناها شوية واللي هو بيقول لك read and circle the odd word the odd one، دايرة عند الكلمة المختلفة. أو number one
cinema, hospital, restaurant, bus. طبعا cinema, hospital, restaurant are places, أماكن عامة. لكن بس طبعا وسيلة مواصلات فدايرة عندي كلمة بس بالشكل ده. Number two, bus, car, boy, airplane. Bus, autobus, car, سيارة, boy, ولد, airplane, طائرة. طبعا واضح المختلف طبعا كلمة boy, ولد. Number three, when, متى, how, كيف, what, ماذا, exercise, يتدرب أو يتمرن. دائرة عن exercise عشان الباقي كلمات استفهام. Number four, to buy ticket at. طبعا to buy at حرف جر لكن ticket تذكرة ديت مش حرف جر. دلوقتي معادنا مع درس grammar structure time وقت ال grammar. عندنا النهاردة verb to be. احنا عارفين verb to be فعل يكون اللي هو am و is و are. am is are ما لم يكون بس دول في present في المضارع يعني دلوقتي. I am happy أنا سعيد دلوقتي. He is happy هو سعيد دلوقتي. They are at home هم في البيت دلوقتي. يبقى am is are معناها يكون. طبعا هنا is he is هو يكون she is هي تكون I am أنا أكون they are هم يكون وهكذا. am is are معناها يكون بس في present في المضارع. Okay. Verb to be in the past simple tense. Verb to be فعل يكون اللي هو am is are في الماضي حكون شكله ايه. I am مثلا I am at home انا في المنزل دلوقتي. عايز اقول انا كنت في المنزل حيكون ايه تخيلوا. حيكون طبعا زي ما احنا شايفين كده تحت اهو I was معنى كده انه am الباست منها was اكون ماضيها كنت. طبعا هل am بس ماضيها was؟ لا في حاجة تانية برضو من ده هو زلها is he she it is present مضارع لكن في الماضي هقول he و she it أو اسم مفرد was يعني I he she it أو أي اسم مفرد بيكون بعدهم was في الماضي لكن they we you أو اسم جمع في المضارع are لكن في الماضي where. طب عايز أقول أنا كنت في السينما أنا كنت أنا لو I كنت was I was I was at the cinema he was at the cinema هو كان في السينما she was at the cinema هي كانت في السينما. أما لو هقول they هقول they were مش they was they were at the cinema you were at the cinema we were at the cinema اسم جمع طبعا ولكن مثلا boys أو girls أو محمد and أحمد were at the cinema. والشكل ده هو was أو were في الجمل affirmative sense statements الجمل المثبتة. يعني المثبتة يعني ما فيش نفي ما فيش not. عشان لو قلنا في نفي هتكون wasn't أو weren't was not أو were not يعني wasn't أو weren't. نشوف الجملة دي she was at home 2 hours ago was she was she was هي كانت They were at the cinema last week. They were at the cinema last week. كانوا في They were at the zoo. معذرة. They were at the zoo last week. طبعا هنا كانوا في الحديقة الأسبوع الماضي. Were عشان they. ما ينفعش was. ما ينفعش they was. لا they were. Was were في الجمل المثبتة زي ما قلنا من شوية. أما لو النفي بتاعهم هيكون بدل was was not اللي هي wasn't. Were were not أو weren't. مثال they weren't at the hospital ما كانوش في لم يكونوا في المستشفى weren't لم يكن she wasn't at home she wasn't at home لم تكن في المنزل يعني ما كانتش موجودة في البيت لم تكن رودينا اللي هي she رودينا wasn't at the restaurant last ونركز على كلمة last رودينا wasn't at the restaurant last night رودينا لم تكن في المطعم الليلة الماضية رقية اللي هي she يبقى wasn't رقية wasn't at the museum 2 days ago ونركز على كلمة ago ليه بنركز على last ago ago عشان last ago ومعاهم yesterday دول كلمات دالة على الماضي معنى كده لو لما يكون في جملة كلمة last اللي هي ديت معناها الماضي ago معناها منذ أو كلمة yesterday يعني أمس يبقى نختار
الفيرب تو بي اللي بيكون في الماضي، يا اما واز wasn't were او weren't. يبقى لما يكون في الجمله كلمه ago معناها منذ، yesterday امس، last الماضي، نعرف ان الجمله فيها ماضي عشان الكلمات دي اسمها كلمات داله على الماضي. يعني موجود مع وجود اي كلمه منهم في الجمله يبقى نختار يا اما was wasn't were او weren't. choose، نختار choose the correct answer from a b c or d. number 1 were at the hospital. where طبعا هنا where قبلها يا اما they او we you او اسم جمع. طبعا he و she و I بعدهم was، فبالتالي الاجابه الصحيحه للجمله we were at the hospital. at 9 yesterday، الساعة 9 امبارح. مركز على كلمة yesterday اهي، كلمة yesterday زي ما قلنا كلمة دالة على الماضي، يعني اختار was أو wasn't، where أو weren't. yesterday at 9 yesterday they at the museum، في المتحف، يعني كانوا أو لم يكونوا في المتحف. هنا they طبعا ما ينفعش wasn't برغم هي yesterday، لكن مع yesterday wasn't where أو was weren't حسب الفعل. هنا الفعل they تبقى طبعا where، they were at the museum. number 2 number 3 she at home yesterday. طبعا yesterday اهي كلمة دالة على الماضي، في الثاني اختار was أو wasn't، was أو weren't، was أو weren't حسب الفعل. هنا الفعل she تبقى she was at home yesterday. number 4 I wasn't، أنا لم أكن، the department، الأماكن العامة اللي أخذناها من شوية قبلها حرف جر at، لما رحنا at the museum، at home، at the cinema، at the chemist، at the bakery، at the department store. هنا فبالتالي at the أو that department store مكان عام، فبالتالي قبلها حرف الجر at، يبقى الأماكن العامة قبلها حرف الجر at. more exercise، تمرين تاني زيادة. number 1 I at the zoo yesterday. طبعا yesterday فبالتالي was or were. هنا الفعل I قلنا بعدها was or wasn't، يبقى I was at the zoo. number 2 weren't at the hospital. where قبلها they or we or you، فبالتالي عندنا هنا منهم they weren't. اما الباقيين she I he بعدهم was or wasn't. Let's buy some books. هيا نشتري. Let's معناها هيا نشتري بعض الكتب. At the الكتب من، جيبها من bookshop، hospital، bakery، cinema. طبعا الكتب من bookshop، من محل كتب. I'm hungry. أنا جوعان. Let's go to the. الجعان بيروح chemists ولا bookshop، cinema ولا restaurant. طبعا منطقي يروح restaurant اللي هو المطعم. Look and answer the questions. look and answer the questions. طبعا نجاوب على الأسئلة ديت حسب الصورة، حسب السؤال وحسب الصورة. number 1 what is he doing. what's he doing، ماذا يفعل. طالما السؤال فيه is he و ing، فبالتالي الإجابة هيكون ناقص. طبعا is he هيكون في الإجابة he is، والفعل اللي بتعين في الصورة في ing. هنا بياكل، حولي he is eating. he is eating، هنا الفعل eat يأكل، ضفنا له ing عشان فيه doing وفي is طبعا قبل منه. number 2 was he at the cinema. was قلنا اخذنا was من شويه معناها كان. was he في الاول معناها هل هو كان. was he at the cinema، هل هو كان في السينما. طبعا في الصوره هنا طالع من الصيدليه، يبقى الاجابه طبعا منطقيا هتكون no he wasn't. no he wasn't لم يكن طبعا في السينما. وفي الصبح هنقول هو كان في المكان الصحيح، هنا هو كان في الصيدلية. هقول في الإجابة، هكمل الإجابة he was at the chemist. يبقى no he wasn't، he was at the chemist، ما كانش في السينما، ده هو كان في الصيدلية. number 3 where they، where بمعنى أين، where كانوا they هم، أين كانوا، الفرق بين where الاثنين نفس النطق، لكن بالاتش معناها اين، ما بدون اتش معناها كان او كانوا. where were they، اين كانوا. في الاجابه هنعكس، هنقول they were طبعا at the hospital. they were هم كانوا في المستشفى. number 4 is
This a museum is في الأول معناها هل هذا يكون a museum museum معناها متحف هل ده متحف طبعا في الصورة سينما الإجابة no وطبعا is غير عاقل يبقى no it isn't no it isn't أمال إيه هنكمل نقول it's a cinema هذه تكون سينما وصلنا الحمد لله للدرس الأخير اللي هو بيتكلم عن نطق السي ار والتي ار والدي ار وطبعا البي ار مع بعض او البي ار اول كلمه كراب السي ار كر كر كراب كراب اللي هو الكابوريا كر كر كراي كراي يبكي كراي هنا التي ار تر تر تري 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 مش تري لا تري شجرة الدي ار در در دريم مش دريم لا دريم دريم نفس الكلام دريس دريس مش لا لا هي جريس ولا دريس لا دريس دريس التي ار طبعا تراك تي ار تر تراك تراك اللي هي شاحنة عربة نقل تراك هنا طبعا كلمات فيها السي ار والتي ار والدي ار كراكر 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 بسكوت كريك 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 جدول او نهر مائي صغير كريك كراينس كراينس اقلام الوان شمع كراينس كراينس يعبر يعدي الشارع يعني كروس 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 كرين crane winch crane التر تر trade trade يتبادل trade قطار train 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 مش train صح train طبلة drum 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 draw draw يرسم drink drink يشرب drive 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 يسوق يقود drain drain بلاعة أو مصرف مياه look and answer جاوب على الأسئلة number one is it a dress هل هذا فستان is ولا معناه هل هذا فستان طبعا واضح من الصورة إنه yes yes وبعدين it is number two what can you see What معنى ماذا يمكنك you as see ترى ماذا يمكنك أن ترى في الإجابة you تحول إلى I هنقول I can see a tree I can see a tree number four what's this what is this ما هذا طبعا قلنا السؤال فيه is الإجابة B نبدأ it it is a truck هذه شاحنة it's a truck number four قلنا is معنى هل he هو هل هو يكون is he happy هل هو يكون سعيد طبعا هنقول no وطبعا no he isn't he is sad or he is crying read and circle the odd one دائرة عند الكلمة مختلفة number one chips dream cracker cookies cookies بسكوت cracker بسكوت طبعا chips chips لكن dream معناها يحلم أو الحلم طبعا دائرة عند dream number two truck شاحنة drum طبلة train قطار car سيارة طبعا car train truck دول وسائل المواصلات مع ذا drum هي آلة موسيقية دائرة عند drum number three cap jacket dress train طبعا dress فستان jacket jacket cap اللي هو cap دول عبارة عن حاجات لبس أما train وسيلة المواصلات دائرة عند كلمة train number four tree شجرة flower وردة grass حشائش لكن drum هي المختلفة طبعا عشان drum عبارة عن آلة موسيقية والباقي حشائش ونباتات look and answer نجاوب على الأسئلة number one what's this what is this ما هذا طبعا قلنا طبعا اللي في السؤال اللي في is إجابته it is طبعا it's a crane شاحنة أو رف وينش يعني اسمه crane it's a crane number two what can you see ماذا يمكنك أن ترى في الإجابة نحول you إلى I هتكون I can see a crab I can see a crab.
نمبر 3 what is she wearing وير بيرتدي بالاي ان جي عشان في از هنا what's she wearing ماذا ترتدي في الاجابه هنعكس طبعا she is wearing هي ترتدي طبعا a dress لابسه فستان نمبر 4 is قلنا معناها هل is it a drum هل هذه طبله طبعا yes ونعكس it is نمبر 5 look and write 3 sentences ثلاث جمل على الصوره اقول اول حاجه there is a girl يعني يوجد في الصوره بنت there is a girl توجد بنت نمبر 2 الصوره الثانيه هي بتعمل دلوقتي هقول she is sleeping she is sleeping هي نايمه الثالثه طبعا واضح من الصوره انها she likes ice cream she likes هي تحب الايس كريم او she is dreaming of ice cream بتحلم بالايس كريم وطبعا بكده نكون خلصنا يونت 10 بفضل الله وحمده والرجاء منكم لو الفيديو عجبك او فهمت من الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ولو لك اي تعليق تكتبه لي في خانه التعليقات وطبعا ما ننساش الاشتراك في القناه ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وسلام